مرحبا، حديثنا اليوم عبر برنامج حكايات من هذا الزمان عن رائد من رواد العمل الاجتماعي والتطوعي في المؤسسات المقدسية الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والإسكانية، ومن الداعين لمساعدة المقدسيين على الاستمرار في دفع ضريبة البقاء في مدينة القدس باعتبارها جوهرة القضية الفلسطينية. إنه الدكتور عبد الله سعيد صبري من مواليد مدينة قلقيلية التي لم يعش فيها إلا لفترة بسيطة جدا، كونه كما يقول كان كثير التنقل من محافظة إلى أخرى مع والده بحكم عمله قاضيا شرعيا. عاش في يافا لفترة قصيرة ثم الناصرة وجنين ونابلس حتى تخرج من المدرسة الصلاحية بنابلس، ومن ثم سافر لدراسة الطب في القاهرة. ما زال الدكتور عبد الله صبري يتذكر أحداث النكبة الفلسطينية عام 48، إلا أنه يعتبر النكبة الحقيقية في معاهدة رودس، حيث تم الاستيلاء على جميع قرى المثلث الطيرة والطيبة وجلجوليا وكفر قاسم، وسلبت إسرائيل أراضي عائلته وبيارتها البالغة مساحتها نحو 100 دنم وبركة السباحة التي كان يعشقها، حتى أنه يذكر منع قوات الاحتلال حصد القمح من أراضي العائلة وحرمته من التقاط حبة البندور التي كان يرغب بها. كل تلك التفاصيل ما زال يذكرها، فكيف للإنسان أن ينسى ما سلب منه بالقوة كما يقول؟ وما أن حاول الفلسطينيون استعادة حياتهم بعد النكبة الأولى التي خسروا فيها كل ممتلكاتهم وعادوا من جديد للاستثمار في أراضيهم، حلت النكسة عام 67، وما زال الدكتور عبد الله يتذكر كيف بدأت قوات الاحتلال بتهجير المواطنين من قلقيلية وحرق البيوت وهدمها. عائلات تركت بيوتها ونزحت إلى مدينة نابلس، وكان عم الدكتور عبد الله رئيساً لبلدية قلقيلية آنذاك، فبحث هو ووالده مع القناصل الدوليين إمكانية إعادة العائلات إلى قلقيلية، وبعد مباحثات ومشاورات عاد الأهالي إلى بيوتهم وأعادوا لها الحياة من جديد. وبالرجوع إلى ما قبل نكسة عام 67 وتحديداً عام 1960، عاش عبد الله في القدس بسبب عمل والده قاضياً شرعياً للمدينة وخطيباً للمسجد الأقصى المبارك حتى عام 73. عام 62 بدأ الدكتور عبد الله عمله في عيادته الخاصة في شارع صلاح الدين، كما عمل قبل الحرب بسنوات على تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية والتربوية لأبناء المدينة، وانضم لنقابة الأطباء حينما كانت القدس وفلسطين تعجان بالحراك الاجتماعي والنقابي قبل الحرب. لكن بعد الحرب والاحتلال تبدلت الأحوال، وعن احتلال القدس عام 67 الذي كان أشبه بطامة حلت على الفلسطينيين كما يقول، سلبت أحلام الشعب التي كان يتطلع لتحقيقها بالحرية واستعادة الأراضي المحتلة، وصار الفلسطينيون في متاهة. واستمرت الحرب ودوت أصوات الرصاص والقذائف في كل مكان. تطوع الدكتور عبد الله وقتها لمعالجة المصابين من الجيش الأردني والمقاومين، وبعد 5 أيام من الحرب نزل إلى الشارع، وهناك رأى عشرات الشهداء من الجيش الأردني والحرس الوطني والمقاومين والثوار والمدنيين، وقام ومجموعة من الأصدقاء بنقل جثامين الشهداء بالسيارات لدفنهم. كانت من أقسى الأيام وأصعبها، ونكسة بكل ما تعنيه الكلمة. بتلك الكلمات يصف الدكتور عبد الله نكسة عام 67. بعد الحرب بدأت الأهداف والمطامع الإسرائيلية تظهر على السطح، وأهمها تفريغ القدس من سكانها، حيث جهزت سلطات الاحتلال حافلات لنقل كل من يرغب بترك المدينة المقدسة، فمن كانت له مصلحة أو أهل في عمان ترك البلاد وهاجر. كما استغلت إسرائيل الوضع الاقتصادي السيء فأغرت العمال الفلسطينيين للعمل لديها. وعن الانتفاضتين يقول دكتور عبد الله أنه يؤمن بأن إرادة الشعب ستنتصر إذ نظمت بالشكل السليم، ويعتقد أن الانتفاضة الأولى بدأت بالشكل الصحيح لكنها لم تستغل بالشكل المطلوب، واستغلت إسرائيل ذلك لصالحها. وختاما يعتبر دكتور عبد الله القدس جوهرة العالم والقضية، ولا بد علينا أن نعمل لنبقى في القدس ونساعد بعضنا البعض للحفاظ على وجودنا فيها، وأن نصمد في وجه الممارسات الاحتلالية وندفع ضريبة بقائنا في أحضان مدينة الأنبياء والرسالات. ويجب أن تكون هناك مؤسسات فلسطينية فاعلة ومنظمة في القدس في كل المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكانية، حتى يبقى المجتمع المقدسي متأصلاً بمقدسيته ولا ينجرف نحو الأسرار والتهويد.
دكتور عبد الله صبري يساهم مساهمة فعلية وفاعلة في دعم المؤسسات في القدس من خلال عمله ونشاطاته التطوعية في عدة مناصب، كونه رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية ورئيس جمعية المعاقين حركيا التي أسهمت في مساعدة المئات من ذوي الهمم بعد الانتفاضة، كما ساهم في إنشاء صندوقي التقاعد والتكافل الاجتماعي وغيرها من المناصب التي يتولاها ويشرف عليها، وكل ذلك من منطلق إيمانه لتثبيت المقدسيين على الأرض. فلو ضاعت القدس كما يقول سيضيع أهلها، وإن ضاع أهلها ضاعت القدس، لذلك لا بد من إحسان البقاء فيها. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا الأسبوع المقبل في نفس التوقيت للحديث عن شخصية فلسطينية جديدة. كما يمكنكم معرفة المزيد عن تلك الشخصيات من خلال كتاب أيام زمان مقدسيون يرون الحكاية بجزئيه.